ما كان في قبل حكومة شو عملت والقبلة شو عملت والقبلة شو عملت والقبلة شو عملت والبلد تجي هلأ ما راح تعمل شيء لأن عم بركبون طربيش البلد. إذا ما في حياة سياسية حتى أنت تتأمل أنه يتغير شيء بتكون أنت ما عم تعمل شيء. ما فينا نوقف نتفرج على حالنا بحس أنه نحن ما نآمن أنه نحن قادرين نرجع نطلع من هيدا الواقع المأساوي اللي عايشينه. أنا بتمنى يعني عندي أمل أنه في تغيير. والله على من نظري ما بيغير شيء يعني زيت أنا. ليش ما بغير شيء؟ أنا لحد هلا نسيتهم لانتخاب رئيس جمهورية ممكن يتغير. لأنه لو كان بدهم يشكلوا حكومة مثل الخلق كان شكلوها من زمان. الوضع السياسي تعيس، بدك نظام عنده قدرة يعمل برنامج تغيير حقيقي يعني. نحن بنتمنى إنه يصير فيه تغيير لحتى نقدر نعيش.